مصر تواصل الجسر الجوي الإغاثي إلى لبنان ووصول طائرتي مساعدات إضافيتين. وزير الإسكان: تنفيذ 42 دوراً بالبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. القوى العاملة: 7599 فرصة عمل في نشرة التوظيف في 20 شركة برواتب تصل إلى 6500 جنيه. وزيرة الهجرة توقع بروتوكول تعاون مع المنطقة اللوجستية بطنطا لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج. وزارة الصحة: 67.7% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية. التعليم العالي: 120 ألف طالب يسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات. وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الجنيه يرتفع 4 قروش أمام الدولار، والعملة الأمريكية تسجل 15.8 جنيه. الداخلية تضبط 63 قطعة سلاح وكمية من الذخائر بحوزة 2 من تجار الأسلحة بالغربية. الأرصاد: غداً طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والعظمى 36 درجة.